في الشأن الليبي بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم مناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، فيما تم تأجيل مناقشة بند الميزانية بناء على طلب من الحكومة. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بأن البرلمان سيبت اليوم بمشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وسيكون إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب. الحقيقة أنا اطلعت على جملة المواد في هذا القانون ولست بصدد شرح التفصيل، لكن نود أن نوضح للسادة النواب. ممكن جدا تسمعني كيف أسمعك؟ نود أن نوضح للسادة النواب، لأن يبدو أن نحن للأسف الشديد عندما نسن قانون أو نتخذ قرار نتجاهله أو ننساه. هناك العديد من القوانين التي تم انجازها من مجلس النواب، وحتى البعض يعيب فينا ان مجلس النواب ما قدم شيء، ونقول لهم في القنوات قدموا قوانين مهمه، قانون العزل السياسي، قانون المصالحه الوطنيه، قانون هذه الاجراءات المهمه جدا تسمح لاي مواطن ان يتقدم ترشح نفسه، ويترك الامر لمن؟ للمواطن عندما يدي بصوته يختار السين ولا الصد من الناس. هذه جزئيه مهمه جدا في هذا القانون. انا اود ان اوضح نقطه مهمه. الذي يملك مثلا على سبيل المثال زي ما تحدث السيد خامس رئيس على ابويه عندهم جنسيات كانوا في خارج الزمان وبعد يبقوا اولاد وقعدوا هنياهي في ليبيا وعاشوا معانا ودرسوا في جامعاتنا وتخرجوا ويبي يتقدموا، ما السبب في عدم تقديمهم؟ وبالتالي انا نؤكد حقيقه على جمله من المحاضرات التي ادلوا بها زملائي الساده النواب. ايضا يجب ان هذا القانون اذا كان استمر بهالكيفيه وبهالنقاش مش هياخذ منا يوم، هياخذ منا شهر ورهين ولما تم انجازه، وبالتالي نود ان نمر عليه ونفهم محتواه ونؤكد على سرعه انجازه لاهميته، وايضا اهميه قانون انتخاب مجلس النواب. نقطه مهمه، لابد في انتخاب رئيس الدوله ان يكون في نفس الوقت انتخاب مجلس النواب، مجلس رئيس الدوله مجلس النواب. نقطه مهمه اشغلها حقيقه، انا ما بحبش اتكلم عليه لكن مضطر في هذه الجلسه، وهو خالد المشري طالما هو في المشهد ومشاكل دي لنا ليس من انتخابات رئيس الدوله ولا مجلس النواب، وهذا هو الصحيح. يجب ان يتنحى عن المشهد، لان امس لي مؤتمر صحفي الشغله واحد الزملاء مش تسمعوه، مؤتمر صحفي ما تبعتوش دقيقه بحته، انا متابعه جيده، هذا الرجل لا يقبل مجلس النواب ولا يقبل ما يصدر مجلس النواب، واحتمال كل القوانين ومواضيعها كلها ضد خالد المشي. شكرا جزيلا. شكرا سيد النائب. تفضل سعيد سباقه. أولا أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله تابعنا معكم إذا جانبا من جلسة البرلمان الليبي للتصويت على قانون انتخاب الرئيس أولا، وأيضا قانون الميزانية، مناقشة قانون الميزانية العامة.